معانا على التليفون باشمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. برحب بحضرتك معانا باشمهندس خالد، مساء الخير. مساء الخير. كنا مع بعض خطوة بخطوة ويوم بيوم واحنا بنتعامل مع المناطق العشوائية واهالينا ونقلهم لحياة افضل. النهاردة والرئيس بيتكلم عن اهمية الشغل اللي اتعمل ده واهمية المتابعة علشان الجهد ده يعني ما يروحش هدر. تعليق حضرتك. طبعا يمكن النهارده ستتكلم على ازاي ان احنا نحافظ على المشروعات دي، ازاي صحيح. بقى مكتسبات ما يبقاش مشروعات اتعملت وتنتهي بمجرد ان ما شكلنا الناس نفض ايدينا منها وبعد كده تصل الى حال مجري زي ما حصل في بعض المشروعات القديمه زي الايواء والاسكان العاجل والحاجات اللي هي الزلزال، الحاجات اللي هي خلاص الناس الحكومه حست ان شكلت الناس، ودي لا ده المشكله الاكبر والاقوى. ازاي نحافظ على المشروعات دي؟ ازاي الاستدامه بتاعتها؟ ازاي بعد ما نسكن الناس يبقى الموضوع ما ينتهيش عند مرحله ان انا بسكن الناس وبس؟ ازاي اخلق فرص عمل؟ ازاي ال 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 الصحه بتاعت الناس، التعليم، الاقتصاد، حاجات كتير قوي احنا بنتكلم لما بنتكلم بنقول ايه؟ بننمي ايه وبنطور ايه؟ هل بنطور عمران ولا بنطور حياه؟ صحيح. احنا بنطور حياه كامله، تطوير حياه كامله ده مش عباره عن جدران وحيطان الناس تسكن فيها. لا. لما بنطور بقيه معطيات الحياه للانسان فاذا انا بحافظ على المنشا اللي احنا بنيناه، يعني بنحافظ على المكتسب اللي احنا وصلنا له، وانا بعتبر ان اعظم مكتسب هو بناء الانسان نفسه وليس الجدران او الحجر نفسه. بناء الانسان نفسه في المناطق دي اعتقد هو المكسب الاصلي والاكبر جدا والمكسب الكبير قوي، ثروه، ثروه الانسان، الانسان المصري ده ثروه كبيره قوي ان احنا ازاي نكسبها ونكتسب منها حاجات كتير قوي. فكان وسيادته اتكلم برضه على النقطه بتاعت خلق اللي هو صناديق صناديق صيانه، صندوق الصيانه. صناديق الصيانه، احنا كان في توجيه جاي ان احنا الحاجات اللي بتحصل من الصيانه ازاي ان احنا نقدر نشتغل عليها ونقدر نعمل منها الصيانه بتاعت المشروعات، ازاي نحافظ عليها؟ ازاي الموضوع الناس كانت فاكره زمان لما كنا بنتكلم مع بعض والناس بتتكلم لا ده قيمه ايجار، مش ما تبقاش قيمه ايجار، انا بقول لك دي ما فلوس صيانه، الفلوس الصيانه دي هي فلوس بتتحوش عشان المشروع يعيش ليك ولاولادك والاجيال جايه كتير جدا. ان ازاي نقدر المشروع النهارده لما يصرف عليه بعض القروش القليله جدا نحافظ عليه سنين طويله، لكن لو استخسرنا فيه الفلوس القروش القليله دي هيتدمر ويحتاج بعد كده ممكن يصل الى مرحله يلا نزيل المشروع كله ونشيله عشان نعمل حاجه جديده مكانه في زمن اقل من عمره الافتراضي، وده حصل في بعض المنشات كتير جدا، المباني معظم الحاجات مباني اي للسقوط في المملكه للحكومه في المشروعات اللي زي الايواء العاجل او الزلزال او بعض المشروعات دي، اعتقد دلوقتي في بعض منها يصل الى مرحله لازم ننزلها عشان نبدا من جديد مع انها ما كملتش عمرها الافتراضي. فدي كلها رسائل كبيره جدا ومهمه جدا للناس والاهالينا اللي عايشين في المشروعات والاهالينا اللي بيتابعوا الموضوع وللمجتمع المدني وللجهات التنفيذيه والوزارات المعنيه. اتكلم النهارده عن رئيس عن وزاره التضامن، الداخليه يكون في نقط شرطه، اتكلم على انه برضو المحافظين مساله الصيانه والمبالغ دي يتم متابعتها وتحصيلها، ما يبقاش يعني كل واحد يعمل الدور اللي عليه. والله عايز اقول لك الرساله اللي قالها النهارده سياده الرئيس كان بيتكلم على حاجة يعني هو بيؤكد متابعته الجيدة للموضوع. كل الرسائل دي فعلا احنا كصندوق تنمية حضرية بنباشر الكلام ده وبنقول عندنا تقارير بتقول ان في مشاكل واحدة في بعض. النهارده رسائل كتبت دي بتؤكد للناس كلها ان فعلا في متابعة جيدة وفي تقارير سيادة الرئيس بيقراها بنفسه بيقول هي دي الرسائل اللي برسلها لكل الجهات اللي فعلا محتاجين ان كل الجهات دي تشتغل وتحط ايديها في ايدين بعض عشان نحافظ على المشروعات دي، وعشان لما نبني مشروع يبقى كلنا ايدينا في ايدين بعض بنقول ايه؟ احنا بنبني وبنحافظ على مشروع لغايه ما نوصل بيه في الاخر خالص يتكلم لاجيال بعدنا، احنا يعني كلنا احنا عمرنا قد ايه كل واحد فينا؟ عمره ما هيبقى عمرنا من عمر المشروعات اللي بتتعمل، اقل بكتير من المشروعات اللي بتتعمل، ولكن احنا بنقول عايزين نحافظ عليها عشان نستلم الاجيال اللي بعدنا. وتعيش وتكمل بنفس الجوده والكفاءه، فطبعا ده مهم زي ما قلنا من خلال الشغل الاستمراريه والمتابعه والصيانه وكل مسؤول في ملفه يعني يشتغل في الجزئيه اللي تعني. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنميه الحضريه.